الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، جزا الله خيرا الشيخ مزمل على هذه الكلمة الطيبة فيما يتعلق بوفاة هذا الدكتور الهالك حسن الترابي. وأضيف إن شاء الله بعض الأمور المهمة، وهي إنه كثير من الناس تأخذهم العاطفة، وهذه عندنا عادة عند كثير من السودانيين. الزول مات، فهمت كلامي؟ مات لو فرعون، أنا متأكد مات في البلد دي بيفرشوا عليه. تعرف قبل فترة فارشين على بتاع البنجو ذاك اسمه منو؟ اللي بيشرب البنجو؟ بوب مارلي. فارشين عليه في الدم، والله شايلين الفاتحة في الدم هنا ده، فارشين عليه وبوب مارلي، والناس بيعزوا داخلين ومارقين. الناس ماخداهم العاطفة فيترحموا على كل أحد. ونحن عندنا حتى إذا هور بتاع المريخ ذاك، واحد جابوه بيتكلم في التلفزيون، إذا هور ده نصراني، واحد بيتكلم في التلفزيون قال ذكرني موت إذا هور وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ناس، إذا هور ده نصراني كافر. شوف الشعب السوداني عنده عاطفة زائدة غير مرشدة وغير منضبطة بالشرع. أولا يا أخواننا، نقول نحن بنترحم على منو وما بنترحم على منو، دي مضبوطة بالشريعة، مش بالمزاج، بالشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام عنده عمه عديل، أخو أبوه أبو طالب، وكان طيلة حياته يدافع عنه، وما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالغا إلا بعد وفاة أبي طالب. أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعده، قال لا أستغفرن لك، ومات على الشرك، قال لا أستغفرن لك. نزلت الآية في سورة التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي غربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما بجوز قال الاستغفار له. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستغفار على عمه أبو طالب. أنت ترابي عمك؟ ترك الاستغفار على عمي أبي طالب. الصلاة على المنافقين، ربنا نزل عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال لهم صلي عليهم، ما صلي عليهم. فهمت كلامي؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وكل من ثبت له أن الرجل مات على الردة وعلى غير الإسلام لا يجوز له الترحم عليه. انت عارف ده حكم شرعي، حكم شرعي، لأنه انت عارف، ما اتكلمت أمس كلمة بسيطة جدا في مكالمة هاتفية مع واحد من الإخوة ونشرها، الدنيا كلها قابلتني يا أخي، محل ما مش يا أخي، معقول يا أخي؟ احنا عارفين الترابي، لكن بالراحة يا أخي، ما ممكن يا أخي، زول مات. واحد قال لا يا زول، لا ما دخلوا القبر، أنت بتنبس فيه يا أخي. أنا مالي ماله يا أخي، أنا قلت له وأنكر عذاب القبر، أنا قلت له وأنكر نزول المسيح وأشراط الساعة وليلة القدر، أنكره دي مزمل ما قالها، أنكر ليلة القدر. قال ليلة القدر دي كانت زمان، ناس كانوا بيتحروها زمان، يقوموا يقيموا الليل ويدعوا وكده زمان. قال لسه ما في، سدرة المنتهى ما في، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما في، قال صلاة على النبي قال ما في، سعي بين الصفا والمروة قال جاري. أنا حضرت المحاضرة، كنت طالب في جامعة الخرطوم، كنت طالب في جامعة الخرطوم الزمن داك في الميدان الغربي، كنا حاضرين والمحاضرة، الطلبة قالوا إنه جاي يجدد الفكر الإسلامي، هم قالين كده وقالين الإسلام فكر، والناس قايلة داير يدعو للإسلام. الزول ده جفرت قدين، أنكروا منا الصلاة، طعن في الصلاة، وطعن في إمتى؟ في أشراط الساعة، وطعن في السنة النبوية، وفي مجموعة كبيرة. تعرف الطلبة بيبكوا؟ والله الواحد يبكي عديل كده ده بدموعه من الكلام اللي قاله الترابي. فهمتني؟ عشان كده يا اخوانا المسألة مضبوطة بالشريعة الإسلامية، ما مضبوطة سايبة المزاج. يا والله مات يا اخو، رقدوا تخيل دفنوا في القبر، حفرة مظلمة جوا، ظلام شديد. أنا يا ناس وي، ما ظلام ولا ما ظلام؟ لو كان أبوك، لو كان أبوك مات على هذه الضلالات وحكم عليه العلماء، ما تقول لي كفرته خلاص؟ ما نحن وي، أنا ما كفرته، كفر علماء كبار كبار جدا. دكتور محمد أمان الجامي ده عالم كان من أكبر العلماء على وجه الأرض رحمه الله تعالى، والآن الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري من أكبر العلماء في المملكة العربية السعودية، حكم عليه بالكفر وبالرد عن الإسلام، والشيخ مقبل قال ينبغي أن يجدد إسلامه.
يجدد إسلامه يسلم من جديد. يا أخوانا ما ممكن إسلام ما ممكن يكون الإسلام زكاة ما فيه والصلاة تسليم ما فيها، فهمت كلامي؟ وأشراط الساعة جد ما في، وسنة بتاعت النبي في، وحديث الزبابة لما سألوا منه الله يتبارك معي حديث الزبابة قال مشيت أوروبا سألوني الزبابة، أمريكا الزبابة، قال انقسم الناس إلى زبابيون ولا زبابيين، اثنين بنات بتاعين زبابة واحدين ما بتاعين زبابة، يا ناس كلوها، قال كلوها مشوية، قال شوف الاستهزاء والاستهتار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الطب، والسيدة عائشة أعلم منه بالطب، قال أعلم منه، وقال أنا أعلم من النبي، زي ما حكى عنه الدكتور جعفر شيخ إدريس زميله أخو مسلم معه في محاضرة اسمها فرفر الدجال، قال الترابي قال لنا أنا أعلم من النبي وعديل، في زول أعلم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد ده جماعة الشعب السوداني مسكين مخدوع، يجي يقول لك الترابي مفكر والترابي مجدد والترابي قدم للشعب السوداني، شنو اللي قدمه للشعب السوداني؟ خليك في الدين، فينو شنو قدمه للشعب السوداني؟ كل البلاوي العرقية الآن اللي ضربت بأطنابة ومزقت إقليم دارفور ومزقت إقليم كان أغلب من حفظة القرآن ومن أهل الدين، إقليم دارفور مزقوا العرقية دي نشر منه، منو نشر؟ منو الأجج نارة؟ منو الأشعل الحرف في دارفور وفي كردفان وفي النيل الأزرق؟ منو؟ منو غير الترابي؟ منو فرتق البلد غير الترابي؟ فهمت كلامي ده؟ عشان كده تعرف الرجل ده اللي قدمه في الدين واللي قدموا في الدنيا ما قدم إلا السوء وإلا الشر، ونحن ما عندنا شغلة مع ذول، بنقول الأحكام الشرعية، أنت لو دار تناقشنا بعلم حبابك عشرة، داير تكورك ما عندنا معك شغلة، داير تعمل حركات ثانية نحن جاهزين لأي حاجة، أعرف المعلومة دي، قسمت بالله الذي لا إله غيره، نحن جاهزين لأي زول يعمل أي حاجة، ما ممكن أنا أجاملك وأقول لك الترابي مفكر إسلامي ولا عالم بيقدم دين، ما قدم دين، إنما قدم فكر منحرف ما عنده علاقة مع الإسلام. ده هنا صاحبه وزميله طارق السويدان في الجريدة، طارق السويدان قال رحمة الله تعالى على الشيخ العلامة الدكتور حسن الترابي، بالله يا السلام عليك تترحم على زول زي ده؟ ده ما زيه طارق السويدان، ما قال أنا، قال ما عندي مشكلة أعترض على الشريعة الإسلامية، ما عندي مشكلة أعترض على الرسول، ما عندي مشكلة اعترض على الله، قال ده بعتبره من الحرية في الفكر الديني، ده السويدان مش على شاكرة الترابي كلهم، وشيخهم واحد هو سيد قطب كويس، قال وجمعنا به في الفردوس الأعلى ورفعه عنده في عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء. الأنبياء والصديقين ياتهم الأنبياء اللي بيستهزأ بهم الترابي، اللي بيستهزأ بهم الترابي اجمعوا معهم، الصديقين ياتهم اللي بيستهزأ بهم الترابي. قال أبو هريرة، أنا حاضر دي محاضرة في جامعة الخرطوم كلية العلوم الرياضية سكول، الترابي قال أبو هريرة لو جاب حديث قال لابد نعاين عنده فيه مصلحة ولا ما عنده، لو عنده فيه مصلحة ما بناخد به. أبو هريرة رضي الله عنه يجيب حديث شان مصلحته، ده مش طعن في الصحابة. قال البخاري بتاعكم ده، البخاري بتاعكم ده، قال البخاري بتاعكم، وابن عمر بتاعكم ده، ابن عمر صحابي جليل، ابن عمر بتاعكم، وده السويدان هنا بيجي بيقول لك يحشرنا مع الصديقين، صديقين ناس ابن عمر وابو هريره ديل، قال يحشر معاهم، هو بيستهزأ بهم؟ استهزأ بهم؟ استهزأ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأولاده الآن المؤتمر الشعبي اللي اتكلم عنه مزمل، ديل اللي جو في جامعة السودان والمتحدث بتاعهم أول ما بدأ كلامه قال الحمد لله والصلاة والسلام على ذلك الكاهن الشاعر، ولا أصلي عليه لأنه نبي ولكن لأن الله أمرني بذلك. ديل الربان والترابي، زول بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الشاعر الكاهن، وانت تايد تقول لي لا معليش اترحم عليه، وده الناس كويسين وقدم، وين اللي قدموا؟ قدم مجموعة من السفهاء والصعاليق من الشعبيين اللي بيجوا في الجامعات قالوا ما في حاجة اسمها صحابة، ده قبل أيام في جامعة السودان قالوا ما في حاجة اسمها صحابة، كلهم ما في قالوا في اثنين بس أبو بكر وعمر، باقي ما صحابة، دل أصحاب الفكر الإسلامي، وده الدين الدار يقدموا. لعنة الله على الترابي تترى، لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين على الترابي، لأنه مات على الكفر والزندق، وأي زول عنده كلام في راسه عنده أي فهم في راسه ده خليه يقابلنا، والسلام عليكم ورحمة الله.